إذن هذه مشكلة أحاديث الآحاد. فعمر يقول لأبي موسى ما سمعتم إلى آخر الحديث. طبعا صحابة كثيرون سمعوا هذا، ولا يقوم معك إلا أصغرنا، انتهوا كل شيء عند عمر. قال خلاص ما دام سمع هذا وهذا أهلا وسهلا، لكن ما تدري بحديث تقول لي أنا سمعت من النبي من أين، ويتضمن أحكاما أيا كانت هذه الأحكام، أيا كانت هذه الأحكام في الأخلاق في الأداب العامة في الفضائل ترغيب ترهيب، أهلا وسهلا لا نشدد حتى الضعيف، وهذا رأي الجماهير بشروط ثلاثة معروفة، بشروط ثلاثة معروفة حتى الضعيف نأخذ به في هذه المسائل. إيش رأيكم في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ومكارم ومحامد العادات والأخلاق؟ أهلا وسهلا. بس في التشريع تقول لي حلال وحرام، وأخطر التشريع ما تعلق بماذا؟ بالحرمات. تقول لي يقطع، تقول لي يقتل، تقول لي تسمر إيه عيناه، تقول لي يجلد. يقتل من أصله قتل، القرآن يقول وين القتل؟ هذه خطبة المرة السابقة. القتل بسببين، وفي الحقيقة يعودان إلى سبب واحد، وهذا هو العدل، الحياة. الحياة مقابل حياة، سأشرح هذا بعيدة قليل. الحياة مقابل حياة، لا ترفع الحياة إلا للحياة. إيش رأيكم؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. واحد يقول لي فساد في الأرض، طب أنا أقول لك، نحن قلنا المسألة فيها مذهبان شهيران، مذهب مالك وفقهاء المدينة كابن المسيب وعطاء وغيرهم. مذهب هؤلاء أن أو للتخيير، يعني يستطيع الحاكم والسلطان أن ينزل من وجوه العقوبات المذكورة في الآية ما شاء بمن شاء من المحاربين، وهذا المذهب لا نرتضيه لا نميل إليه. ومذهب جمهور العلماء أن أو للتفصيل والتنويع، للتفصيل والتنويع. وذكر القاضي العلامة الإمام أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن، هو قال سبعة في الحقيقة هي ستة، المهم هذا خطأ كان منه، ستة أقوال كيف ينوع، يعني من فعل كذا فعل به كذا، من فعل كذا وكذا فعل به كذا وكذا، ستة أقوال حتى لا نصدعكم بذكرها والوقت ضيق جدا. الجامع المشترك بينها، وهذا مهم جدا يا إخواني، في الستة الأقوال، في الستة الأقوال، من لم يقتل لا يقتل حتى وإن كان محاربا، فقط في الستة الأقوال من الذي يقتل؟ هذا هو العدل، الذي قتل. عاد قتل وانتهك العرض، قتل وأخذ المال، قتل وقطع الطريق، قتل وأخاف الطريق، قتل، المهم قتل، لكن ما في قتل، ما في قتل. يعني ما قتل لا يقتل، تفعل به خصال أخرى من المذكورة في الآية، هذا هو العدل. ولذلك يا إخواني بحسب هاتين الآيتين الثانية والثلاثين والثالث والثلاثين من سورة المائدة، هنا عظمة القرآن الكريم، الحياة ترفع، يعني عصمة النفس المعصومة ترفع عنها، حرمة النفس المحرمة تستحل وتستباح بسبب واحد، ما هو؟ الحياة. الحياة مقابل الحياة، قتلت تقتل فقط، غير هيك ما في قتل. قال لك شارب الخمر، أحاديث تنسب إلى النبي محمد إلى رحمة العالمين ويعلم الله أنه منها براء. قال فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، شو اقتلوه يا أخي؟ شو كان الفرخ هذا؟ واحد شرب أربع مرات وجلدناه، شرب بعدين نقتله؟ لا ما نقتله، بل كلام فارغ، اقتلوه، وتارك الصلاة يقتل، واللي مش عارف الخارج على كذا يقتل، واللي كذا يقتل، وفتحوا لك أبواب، أين أنتم من كتاب الله؟ الله قال لك هو باب واحد فقط، الحياة مقابل الحياة، وهذا عدل، عدل، فقط من أهدر الحياة تهدر حياته، من لم يهدر الحياة. وبعدين الحمد لله احنا اليوم في عصر فيه الدولة المتغولة، الدولة الحديثة، يعني في السجن مغنى وفيه كفاية، طب اسجنوا يا أخي، اسجنوا عندك سجن الأبد، إلا القتل، حريصون بأوهى الأسباب وأوهنية على القتل مباشرة. لذلك فقدنا جماعة من خيرة المفكرين والعلماء يا إخواني في القرن العشرين المنصرم على يد هؤلاء الحكام الظلمة، لأنه إيه مستعجل، لا يحتمل أن يسجنه، يريد أن يقتله، أن يقطع رأسه، ماذا الحقد؟ ماذا النفوس الضيقة؟ ماذا الاستسهال والاسترخاص والاستخفاف بالدماء؟ الجراء على الله وعلى حرمات الله تبارك وتعالى. إذن هو باب واحد في الحقيقة، الحياة مقابل الحياة، الحياة مقابل الحياة. طيب فما تقول ليش أنه هذا أي تشريع رواه فلان وعلان واحد واثنين وعن كل واحد منهم واحد وكذا، هذا تشريع والحديث صحيح ومخرج في الصحيحين؟ المسألة أخطر من هذا بكثير بكثير، وفي هذا ما فيه من الإهدار لهداية الله في كتابه الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم، التي هي
أقوى. سنوضحها، هذه جملة سريعة وسنوضحها. فالإمام الذهبي يقول معلقا على صنيع عمر مع أبي موسى ولم يكف عنه، ولم يكف عنه حتى أتى بشاهد شهد معه أن النبي قال هذا، قال: وفي هذا دليل على أن الخبر الذي يرويه ثقتان أقوى من الخبر وآكد الذي يرويه ثقة. إذ الواحد، يقول الذهبي، إذ الواحد يتطرق إليه السهو والنسيان والغلط، وبعيد أن يتطرق مثل هذا إلى ثقتين لم يخالفا. صحيح، اثنان لم يسمع أحدهما من صاحبه، كلاهما سمع إيه؟ من طرف آخر، نفترض إيه؟ أنهما صحابيان سمع من رسول الله، صعب. اثنان يرويان عن رسول الله الشيء نفسه، من الصعب أن يكون قد تغلط أو وهم أو وهل أو غفل أو نسي أو أساء الفهم أو السمع، أليس كذلك؟ لكن الواحد يتطرق إليه هذا، يقول الذهبي يتطرق إليه هذا. قال: وكان أول من احتاط في قبول الأخبار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. كان أبو بكر أول من احتاط، إيه؟ حين أتته الجدة تطلب نصيبها من الميراث، ورثني يا خليفة رسول الله، فقال: لا أجد لك شيئا في كتاب الله وسنة الرسول، ما في. الجدة لا تأخذ شيئا، الجدة، الجد معروف ومشاكله كثير جدا، لكن الجدة ليس لها شيء. قال: فقام المغيرة ابن شعبة يشهد أنه رأى الجدة تأتي الرسول تستورثه تطلب ميراثها، فقضى لها بالسدس. قال: هل معك من يشهد لك؟ هذه طريقة أبي بكر، وهي طريقة عمر، وطريقة إيه علي، طريقة الصحابة الكبار الأجلاء رضوان الله عليهم جميعا. هل معك من يشهد لك؟ قال: لا، أنا لا أستطيع، هذا التشريع شرع، تريد أن أشرع أنا وأخذ من حقوق الناس وأعطي بعض الناس وأرفع وأضع بخبر واحد؟ قل: سمعت النبي، أين نحن من هذا؟ فقام محمد بن مسلمة قال: أشهد، سمعت النبي. محمد بن مسلمة شهد الواقعة حين أتت الجدة تستورثه فورثها السدس، فقضى لها الصديق رضوان الله عليه بالسدس. فهذه طريقتهم، لكن هذه الطريقة كان ينبغي أن تستمر على نفس النهج يا إخواني. بمعنى لا نقبل في شرع حكم، لا نقبل في شرع حكم رواية صاحب واحد مهما كانت جلالته، ونشترط أن تتعزز الرواية برواية صاحب ثان. لكن انتبهوا، هذا لا يكفي بعد ذلك. كيف نعرف أن هذا مروي عن صحابيين؟ يقول لك: الرواة روى عن فلان من الصحابيين، إلا بد على الأقل أن يروي عنه من؟ كم؟ اثنان، عشان نعرف ممكن هذا كذاب اللي بروي هذا، أو بغلط أو يسهو أو إلى آخره. كيف نعرف طيب؟ إذا لابد أن يروي عن كل من الصحابيين تابعيان، عشان نعرف أن هذا ثبت عن هذا الصحابي وهذا ثبت عن هذا. وكيف نعرف أن هذين رويا عنه عن كل منهما؟ اثنان. هذا اسمه العزيز، هذا اسمه الحديث العزيز. يا ريت العلماء اشترطوا هذا الشرط، وهذا مش شرطنا، مش فلسفتنا في القرن الخامس عشر الهجري، هذا شرط أبي بكر وعمر يا إخواني. هما اللذان اختط هذه الخطة ونهج هذا النهج واشترط هذا الشرط الجليل القوي المتين، هذا الشرط يا إخواني، وهذا اسمه الحديث العزيز. لكن العلماء يعلمون ولا يزالون يعلمون أن هذا الشرط، شرط العزيز، عزيز، والوفاء به عزيز،